فيها شوية طحين يا من مخبز، إذا ما لقينا طحين بناكل برغول. عمو احكي لي شو الوضع بالرستان؟ شلون انتوا عايشين بالرستان؟ عايشين تحت سترة الله. شو عندكم نقص بالمواد الغذائية؟ عندنا كل شيء، غاز وخضرة وخبز، كل شيء عندنا نقص. طيب عمو انتوا بظل هذا الحصار الكبير الصاير على الرستان ونقص بالمواد الغذائية وحصار كبير، يعني انتوا شو متطلباتكم لهذا الشيء؟ نحن ما مطلب غير يرحل عنا بأسرع وقت، وما بدنا شي بوان بعده. إن شاء الله محاري، يعطيكم العافية. مدينة الرسان 11 10 10 11 2000